بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخوتي في الله، مرحبا بكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله. الأنثى عند البلوغ يكون جسمها محتويا على مئات البويضات على شكل العنقود، يشبه عنقود العنب. عند خروج البويضة ومرورها في القناة الرحم، تلقح من قبل الحيوان المنوي وتكمل طريقها إلى خارج خلال 24 ساعة. عند حدوث عملية الجماع بين الذكر والأنثى، الذكر ينقل حيواناته المنوية إلى داخل الأنثى، وبعض هذه الحيوانات المنوية يكمل رحلته لتلقيح البويضة. يعني فقط حيوان منوي واحد من بين الآلاف يلقح البويضة النازلة. جزء من هذه الحيوانات المنوية يبقى مخزن في بداية الجهاز التناسلي للأنثى في مكان يسمى سبريم ستوراج جلاند، غدة تخزين الحيوانات المنوية. عند خروج البيضة كل يوم وما يرافقها من انقباضات ورجوع الفتحة التناسلية لوضعها الطبيعي، جزء من هذه الحيوانات يغادر مكانه متجها بحركة عكسية داخل قناة الرحم ويلقح البويضة الجديدة النازلة، وهكذا. يعني ليس كل بيضة بحاجة للتلقيح، تلقيحة واحدة تكفي. وهكذا نكون قد أجبنا على السؤال المطروح. الطيور هي الوحيدة القادرة على الاحتفاظ بالحيوانات المنوية لفترة طويلة تحت حرارة الجسم الطبيعية فقط، وتستطيع أن تحافظ على هذه الحيوانات المنوية لمدة أسبوع. وفي الأخير، شكرا لكم أحبابي في الله، لا تنسوا الاشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.